نزلت المقادير. اوكي سبقوا كوسه بصل ثوم زيت الكابري ده اللي هو الكابر ومرقه وملح وفلفل. يا ممكن نحط بداله خيار مخلل. ممكن هتدي نفس الايفكت. اوكي نعمل ايه بقى؟ اول حاجه هاخد بصل. هتستخدمين الخلاط برضو؟ بس هو في الكبه مظبوط هي ليها الايد هنا ورا. اوكي بصل حط سنه زيت. الزيت اهو واحمر البصل عادي. احلى حاجه في الكوسه يا شريف ان هي بتدي طعم مسكر كده شويه. والكوسه من الحاجات اللي انا بحبها جدا هي والسبانخ. بس انتوا بتعملوا في البيت عندكم كوسه وسبانخ؟ وخرشوف؟ طبعا. انت بتحب الخرشوف؟ بجد؟ ويوسف بتحب الخرشوف؟ والناس قليله قوي. لا قليله. وانت بتحبي الخرشوف؟ وايه؟ طبعا. نوران بتحبي الخرشوف؟ اصل نادرا الاقي شباب بيحبوا الخرشوف. حلو قوي. انا بموت في الخضار. نكمل هو البتاع ده بيتفتح ازاي؟ لا احنا مش عايزين نفتحه. ليه؟ دلوقتي؟ طيب تعمله دلوقتي؟ بس كده نجهز الاشياء. طيب احنا المفروض دلوقتي نحمر البصل شويه. لا لسه احنا هنسويها الاول سن. اوكي بس هنحطها بقى عشان مش هتلحق البصل تتحمر عشان الوقت عندي خلص. ماشي هنحط الكوسه. طيب ممكن بقى عشان ما ناخدش وقت في الثوم الكامل فهحط رشه من الثوم الباودر. اوكي وهتبلها بملح وفلفل. وبعدين وهزودها سنه ميه والمرقه. ميه حط المرقه كلها والمفروض الكوسه بس تستوي. تمام هنخلطها في الخلاط ده وبعدين نحط اخر حاجه الكابري. مش ضروري نعملها سيبيها تستوي براحتها. خلاص هتطلع زي دي بالظبط. صح كده وطعمها تحفه بس نفسي الناس تجرب. يعني هتجرب. ميرسي يا فريده. ميرسي يا شيكو. انت نورتيني وشرفتيني. بنورك في حياتي حبيبتي. يا شيكو.